نظمت شركة مزاد إحدى شركات ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات وشركة العربية للمزادات إحدى شركات الإمارات للمزادات المزاد العلني الثالث لباقة من أرقام لوحات السيارات الخاصة المميزة التي تبدأ بستة ثلاثة والتي طرحت 25 رقما مميزا من الفئة الجديدة. عالية من الاحترافية ووفق أرقى المعايير العالمية في تنظيم وإدارة المزادات الحديثة، أقيم المزاد العلني الثالث لأرقام السيارات الخاصة المميزة بتنظيم من شركة مزاد وبالتعاون مع الشركة العربية للمزادات في طرح سلسلة الفئة الجديدة من أرقام لوحات السيارات من الفئة التسلسلية التي بدأت بستة ثلاثة والتي طرح فيها 25 رقما مميزا. لله الحمد، اليوم نجحنا في تنظيم المزاد الثالث بالتعاون مع شركة مزاد والشركة العربية لأرقام مزادات. هذه المزاد يدل على نجاح التنظيم وحبها للبحرين للأرقام، وإحنا دورنا كالإدارة العامة للمرور مجرد دور رقابي من توجه الحكومة من مشغل إلى منظم، فاليوم نجحنا في تنظيم هالمزاد. أعداد الحضور أعداد كبيرة وأعداد مشرفة، وكان في تفاعل كبير من الموجودين. الأسعار كانت أسعار طيبة، في بعضها كانت يعني أعلى من أسعار السوق، والحمد لله على هذا النجاح. طبعا هذا يدل على الطلب على الأرقام في السوق، ويبين أن سوق الأرقام للحين قوي وللحين في طلب على الأرقام والناس مهتمة. طروحات الأرقام راح تستمر عندنا في المزادات الإلكترونية في الفترة القادمة، بالإضافة إلى طرح البيع المباشر للفئة الجديدة اللي من 6-3. يعد هذا المزاد أحد المناشط الاقتصادية التي تشهدها حركة السوق في مملكة البحرين، والتي شهدت ارتفاعا قدره المختصون بأكثر من 30% عن المزادات السابقة. هناك وجود لزيادة في شريحة المتعاملين، مما يعني أن بدأ المتعاملين يتفهمون الأرقام المميزة والتجارة فيها واقتنائها وارتفاع أسعارها على المدى الطويل. ولاحظنا في مزاد اليوم فيه ارتفاع في الأسعار عن المزادات السابقة. طبعا الرقم الأغلى كان 6-3 أصفار، رقم أنا حبيته وياي المزاد عشان أشتري هالرقم، وكان في خاطري أن أشتري هالرقم. 6-3-0-0-0 79,000 ريال. ويأتي هذا المزاد بعد النجاح الذي تحقق للمزاد العلني الأول والثاني للأرقام المميزة، ما سيشجع الباحثين عن التميز للدخول في سلسلة المزادات التي سيتم تنظيمها مستقبلا. تحدي مثير في هذا المزاد العلني الثالث، وفرصة جميلة لمحبي مقتني أرقام السيارات الخاصة المميزة عن طريق حضورهم الشخصي لهذا المزاد لشراء أرقام بدأت ب63. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.